ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت، والنهاردة هنحارب الوحش الغامض الغريب. وبس احنا بصراحة يعني هنحاربه في الكرياتيف عشان انا اول مرة اجربه، فلو نجحت معانا معانا يعني نبقى نجربه بقى في الفيديو الجاي بقى سرفايل. بصوا بقى، في حركة ذكية، بس ذكية قوي، بس هي ممكن يكون الفيديو بتاعها مش ممتع. اللي احنا نحفر تحت الارض ونبني مقر بده عشان ما يقدرش يفجر حاجة. كنت بشوف عنه مقاطع اتعلم كده، شفت عنه الحاجة دي. انا عايز احارب الوحش الغامض ده. ناخد الأوبسيديوم، يلا نحفر تحت الأرض. مقطع الفيديو ده، استنى التليفون بتاعي بيعلق. الفيديو ده مخصص عن تجربة الوحش، لو نجحت معانا هنزل الفيديو على اليوتيوب، لو ما نجحتش مش هنزله، نجربه مرة تانية. بس قول إن شاء الله تنجح. كسر كسر. اللعبة بتعلق، مش انا مش متعود انا على التعليقات، مش متعود انا على التعليق الغريب ده. يلا كسر يلا كسر. حلو، شكل ممكن يخرم ويطلع، وممكن يخرم الأرض فوق كده ويطلع، مش فكرة كده كده. حلو قوي، بس هتبقى زنقة زحمة يا جماعة. الله الله، عمال اقول يلا، انا مش عارفة اقول ايه اصلا، مش جاي في مخي اقول حاجة. نجيب الراس دي، كسر. ايه ده كسر؟ الله، مستعدين؟ نور ابيض. ايه ده، مال الدنيا ضممت كده ليه؟ ايه الليل مجاش؟ ولا خلي ولا اوعى تطلع فوق، تقليل الادب. انت اصلا مش محترم خالص، كائن قليل الادب محترم. البعقوش ده، ده ولد البعقوش. ايه رايكم نسميه بعقوشه؟ ده هو مش محترم فنسميه المال النهائي، هيقعد يدخل المال النهائي. الفيديو اللي انا سجلته ده ما نجحش معايا في الاول، الحمد لله ان ده نجح. لما انا كنت بسجل الفيديو ما نجحش، فقلت عايزكم تبقوا مستمتعين كده، مش فيديو وخلاص يعني. فكروا مات. ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ شكلنا هنلاقي دايموند. واو، ايه ده؟ ما تروحش لاي حته، ركز مع الوحش الغامض ده. ايه ده؟ ما بيموتش من النار.
ده بيحفر النار. النار ايه ده؟ النظر ده الغريب ده اللي بيطلع علينا ده، طلع سيف ده ولا طلع ورق؟ بقول ده بيخرج. لا لا كده هفقد مكانه. ليه كده؟ فينه اصلا؟ يا ساتر ايه ده؟ لا 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 ما بفقدش مكانه. اهو نفسي 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 اشوفه هو بيموت، يعني شكله عامل ايه. ثانيه واحده. اوه امرولد، يعني كان ورا دي امرولد تاني يا ابن السفينه. ده انت ايه ده؟ ده انت ايه ده؟ ده ابن الذين. خد 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 امرولدتين. يا سلام. يا سلام امرولدتين كده في حفرة. شوف لي كده امرولد تاني. بيموت مال النهاية فما خدتهاش. ده استنى كده ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده المقر ده؟ واو ايه ده؟ ثانية واحدة ايه ده اصلا؟ افتكرت ده كان مكان لما كنت بدور على دايموند. كنت بدور على دايموند، كنت بستخدم المال نهاية لتفجير المكان ده. ايه رأيكم بقى؟ اكتبوا لي في التعليقات عجبكم دي الحتة دي وهي مظلمة حلوة. انا بصراحة انا عجبني بمعنى الكلمة. النار دي بقى هي اللي محلياه بمعنى الكلمة. تحفة. قولوا لي بقى ايه رايكم في حظي، يعني لو ما كنتش يعني حظي في الامرولدتين. امرولدتين قولوا لي بقى حظي كويس ولا ايه؟ يعني عايزكم كده تشجعوني وتبعتوا لي تعليقات يعني. فطبعا احنا نقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني، وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني، ما تفوتكمش ولا حلقة. تمام؟ علشان يوصل لكم كل جديد مني يعني. وشجعوني كده اشتركوا في قناتي يعني، ما فيهاش حاجة يعني. فيلا سلام.